صرح القرآن الكريم بأن العهد التاريخي للبشرية قد بدأ بظاهرة وجود النبوات وبعث الأنبياء وإرسال الرسل الذين مضوا يقودون مجتمعاتهم نحو حياة أفضل ووجود إنساني أكمل. وتسلسلت البشائر بنبوة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الرسل والأنبياء والأوصياء والأحبار والرهبان والحكماء والعلماء من زمن موسى إلى أن ولد صلى الله عليه وآله وبعد مولده الشريف. وقد اشتهر من تلك البشائر بشارة النبي إبراهيم عليه السلام، فبعد أن أتم عليه السلام بناء الكعبة يساعده بذلك ولده النبي إسماعيل عليه السلام، بشر برسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب الدعاء قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأخبر نبي الله عيسى عليه السلام بني إسرائيل وأكد لهم عن مجيء رسول من بعده إليهم، مصدقا بنبوته وبنبوة نبي الله موسى عليه السلام. وقد صرح القرآن الكريم بتلك البشارة قائلا: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وعن هاتين الدعوتين والبشارتين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أبي إبراهيم وبشرى عيسى. وإبان بعثته المباركة إلى أن بعث الله